شارقة. قبل 33 عاما بدأت الفكرة بسيارة كادت تجوب شوارع إمارة الشارقة للإعلان عن فعاليات معرض الشارقة للكتاب المعاصر. وقتها كان دور النشر المشاركة تعد بالعشرات. المعرض أصبح اليوم ينافس أكبر المعارض العالمية بعدما تجاوز عدد دور النشر فيه 2500 من نحو 60 دولة. نعم، معرض الشارقة للكتاب أشرق اليوم بنسخته 33 لينير خارطة الثقافة العالمية في العاصمة أو في عاصمة الثقافة الإسلامية سوسن آل رحمة. والجديد حول المعرض، تحضيرات نوعية حظى بها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته لهذا العام أثمرت إكسابه ملامح متفردة وتميز على صعيد عالمي، حيث يحظى بدعم كبير ورعاية متواصلة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة. هذا المعرض تنهض من خلاله الشارقة بمفردات الحياة وتضع بصمتها على حروف المستقبل مرسخة بذلك كلمات وحروف التواصل الحضاري بين الشعوب من خلال معرض الكتاب هذا. وتحظى الدورة الجديدة والتي تعتبر الأكبر في تاريخ المعرض بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من 59 دولة تستعرض ما يقرب من 1.5 مليون عنوان ب210 لغات. كما يصاحب المعرض تنظيم أول مؤتمر لجمعية المكتبات الأمريكية في العالم العربي والشرق الأوسط. ومن أبرز الفعاليات لهذا العام استضافة وتنظيم أول مؤتمر لجمعية المكتبات الأمريكية في العالم العربي.